يعني المفروض يهتموا بيه زي ما بيهتموا مثلا بلعيبه الكوره. يعني لو لعب في كوره في دوري المظاليم راتبه يوصل للشيء الفلاني، يا بل ده راجل حقق ميداليه فضيه والتاني على مستوى العالم. يعني لا، البلد دي اعلم بها ربنا، احنا تعبانين. 500 جنيه دوله اقول ايه؟ بس دوله، هي دي دوله مصر، هي دي مصر، ده الطبيعي. يعني انا لسه قاري من شويه ان محافظ بورسعيد كرم بطل مصر في الملاكمه واداله 500 جنيه، في حين ان الراقصه من الراقصات اخذت مبلغ كبير وعملوا لها حفله كبيره، وده لا يستبعد في دوله تهتم بالراقصين والراقصات والمهرجين والمهرجات. دولة تحكم حكم غاشم قاتل منذ أكثر من 60 عام، فلا تنتظر منها أن تكرم الأبطال سواء في الملاكمة أو غير الملاكمة. إذا كان المكرم علميا لا يكرم، أو المتفوق علميا لا يكرم، فما بالك بالرياضي؟ لا تنتظر شيء في هذا الوقت العصيب الانقلابي الغاشم القاتل. حاجة زي كده حاجة مؤسفة، وإحنا بننادي جهاز الشباب والرياضة ووزارة الشباب والرياضة ان هي تكريم الشباب عشان خاطر يبقى قدوة للاجيال اللي جاية، وعشان خاطر يبقى بعد كده مستقبليا يبقى فيه حافز عند الشباب، بدل الشباب ما يبقوا يعملوا حاجات مش كويسة. يعني الشباب في مجال الرياضة او في مجال الكورة او في اي مجال من مجالات الرياضة او في اي ابداع من الابداعات في الشباب، ضروري في الرياضه بس ان الدوله تكرمهم عشان خاطر يبقوا قدوه لغيرهم، سواء في الابداع في الصحافه في الاعلام في اي مجال من المجالات. ممكن يطلع من عندنا عالم العلماء زي احمد زيول زي الناس ديت، في حاله لما يكون في تكريم للعلماء وفي للعلم والمثقفين والرياضيين، فما في حافز من الدوله اكيد الشباب اللي طالع هيبقى له راي ان هو يبقى له حافز ان هو يبقى زي الناس ديت. طبعا لا، لعيب كبير زي ده وياخد بطوله كبيره زي دي المفروض يديله حقه تالت ومتلت، علشان على الاقل هو يبقى حافز ليه ان هو يجيب بطولات اكبر واكبر، بطوله العالم وبطولات الكبيره، فكده احنا بنخلي اللعيب يبقى محبط. لا يليق بالمره يعني، طبعا ده مش طريقه تكريم ناس تعبت يعني قامت باسم مصر، حاجه شكلها مش حلو خالص قدام العالم كله حتى يعني. لا، المواهب بالنسبه كده بتندفن المواهب في مصر، ده لاعب عالمي يعني. انا مؤاخذه دوله مش عايز اشتم يعني. والله لو كان حقه ال 500 ياخد، مش حقه ما ياخدهاش. اللي موهبته كويسه بيفرض نفسه على كل الناس. اللي بيتكرم في مصر لعيبه الكوره، كره القدم بس تقريبا اللي واخد حقها تقريبا في مصر، الممثلين والرقصي. بيتكرم بره بلده وبلده ما تكرموش، فبيبقى احباط للشباب، وبالتالي بيقل عزم الشباب، وبالتالي بيقل مجهود الشباب اللي هي عاوزه تتقدم، والدول ما لا تبنى ولا تتقدم الا بالشباب.